طيب احنا اخر حاجة قلناها اللي احنا نحل لنا سؤالين كده، ده الاكسس بتاع جلايم تمام على الاديشن الجديد 2020. كل اللي جلايم عامله في موضوع الليز زي ما انت شايف 27 سؤال، ربنا ييسر كده من خلال الفيديوهات اللي جاية نحلهم كلهم، ونحل اسئلة هوك وويلين، ربنا ييسر الامور ان شاء الله. طيب نحل لنا سؤالين كده على السريع ونرجع نكمل موضوعنا. انا عايزك تعمل بوز تقرا السؤال وتحله وبعد كده تشوف هتوصل لايه. بيقول لك ان if the lease term is less than 12 months، واحد يقول لي الحمد لله يبقى انا كده مش هرسمل، ما احنا قلنا انت لازم تعمل election. طيب بيقول لك هنا if the lease term is less than 12 months امتى اللي سي ممكن ما يرسملش؟ بيقول لك هنا امتى when may a lessee elect not to recognize right of use assets and lease liability. يبقى انا محتاج ابص في الاجوبه ديت ادور على اجابه بتنفي الاونز. طيب الليز ترانسفير اونر شيب، الاجابه ايه؟ بتثبت الحرف الاو الاونر شيب، وبالتالي هيبقى فاينانس، ما مش دي الاجابه. ان هو بيقول لك elect not to recognize، فانت بتدور ان الاونز منفيه. البريزنت فاليو بتاعه المدفوعات الايجاريه والريزيدوال فاليو جارانتيد عن طريق اللي سي از 90% اور مور اوف ذا فير فاليو. طب ما ده بيثبت حرف الايه ده لو تفتكر، ده اللي هو كان زمان ده 90% تيست. طيب هنا بيثبت حرف ايه؟ حرف ال N اللي هو النت بريزنت فاليو. طيب الليز داز نوت انكلود ا بيرشيز اوبشن اللي هو حرف ال W عند بيكر، ما فيهوش ريتن بيرشيز اوبشن، يبقى خلاص هو ده كده بينفي حرف ال W، يبقى دي الاجابه. الليز تيرم فور ا ميجور بارت اوف ذا ريميننج ايكونوميك لايف، ميجور بارت هنا اللي هو حرف ايه؟ حرف الاي الايكونوميك لايف لو تفتكر، فبالتالي هنا بيثبت حرف الاي، فاللي بينفي حرف ال W هيبقى هو الاجابه الصحيحه بتاعتنا. طيب نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك هنا ايه؟ على اول يناير يير 1 المستاجر دخل في عقد 4 سنين does not transfer ownership، يبقى هنا ايه؟ العقد ما فيهوش ايه؟ حرف الاو. وبيقول لك it also includes purchase option not reasonably expected to be exercised، فبينفي حرف ايه؟ حرف ال W. وبعد كده راح قايل لك الليز ده اسيت عمره 6 سنين، الليز ده اسيت عمره ايه؟ 6 سنين، وسيادتك داخل في عقد ايجار 4 سنين، يعني انت تقريبا مأجر منه 67%، ادي طير لك حرف ايه؟ حرف الاي، انت لازم يبقى مينيمم قلنا 75%، ومفيش ريزيديوال فاليو. وبعد كده بيقول لك ايه؟ A present value of the annual lease payment equal to 75%. خلي بالك البريزنت فاليو ده حرف الان لازم يبقى على الاقل 90%، هو هنا بيضحك عليك. فهنا طير لك حرف ايه؟ حرف الان. وراح انهى كلامه بيقول لك ايه؟ لو الاصل بتاعنا المكنه بتاعتنا has no alternative use للمؤجر، يعني specialized، يعني بيثبت حرف الايه؟ حرف الاس. انت كليسي هتصنفه ايه؟ انا تورطت في حرف الاس من الاونز، يبقى واحده من الاونز اتكعبلت فيها، فانا هصنفه فاينانس ليز. طيب نوقف الفيديو ده على كده، ومن الفيديو الجاي نخش على الاكاونتنج فور ليزز عند الليسي الاول.